أكد بلاغ مشترك بين وزارتي الداخلية والصحة قبل قليل من يومه الجمعة بأنه بناء على خلاصات التتبع اليومي لتنزيل المرحلة الأولى من مخطط تخفيف الحجر الصحي، وبعد إجراء لجان اليقظة والتتبع المعنية لتقييم دقيق للإجراءات الواجب تنفيذها والشروط والمعايير الصحية لازم توفرها، تعلن السلطات العمومية أنه قد تقرر ابتداء من 24 يونيو 2020 عند منتصف الليل إعادة تصنيف جميع العملات والأقاليم. وأوضح البلاغ بأن تقرر إعادة تصنيف جميع العملات والأقاليم ضمن منطقة تخفيف رقم 1 باستثناء عملات وأقاليم طنجة، أصيلة، مراكش، العرائش والقنيطرة والمرور إلى المرحلة الثانية من مخطط التخفيف مع مراعاة تطور الوضعية الوبائية في المملكة.